الو الو اخيرا السلام. سلام صافا بخير؟ صافا الحمد لله اخيرا. مرحبا بك، شكون معاه؟ والو اختي ما كنسمعكش. خليك هكا. خديجه منين؟ خريبك 22. خريبك 22. من باغا ديرها التيست؟ غندير التيست بنت خالي. شناهو؟ بنت خالي. اليوم الخوت شي حاجه ماشي هذيك، هذه باغي تجرب خوها، اللي باغي تجرب صاحبتها، اللي باغي تجرب بنت خالها. علاش بغيتي تجربي بنت خالتك؟ ساكنه في حويصات. وعلاش بغيتي تجربيها؟ ساكنه فيها مع الخطيب ديالي. انت بنت خالك؟ ايه. شنو سميت هاد بنت خالك؟ سميتها فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة من الخميسات. شحال في عمرها؟ 21 عام. خطيبك شنو سميتو؟ يحيى. منين؟ هو اصله من الخميسات ولكن خدام في خريبكة. خميسات وخدام في خريبكة. ايه شحال في عمرو؟ 23 عام. ارينا النمرة ديالو 06 ديالها. 06. ايه عادي. عاودي. اها يلا ما تصدريش حتى نقولها لك. اوكي الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، الانسة فاطمة الزهراء. مرحبا بك. صافا فاطمة الزهراء بخير؟ العائلة الاحوال ديال كل شيء لاباس؟ الحمد لله. ياك ما فيقناك من الناس؟ لا. مرحبا بك. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. ايه. فايت لك مفرجه في البرنامج ديالي فاطمه الزهراء ولا لا؟ بالضبط. مرحبا بك. فاطمه الزهراء من الخميسات، سن 21 سنه. ايه. جانا اتصال من عند واحد السيد، هو من الخميسات ومستقر في خريبكه، قال لنا بلي انت وياه في علاقه حب مع بعضياتكم، وبغى يدير لك واحد، المهم باغي يدير تيست يتاكد من الحب ديالك ليه ولا لا. الانسان اللي انت معاه في علاقه. انا حاليا مع واحد السيد. شنو السميه ديالو؟ دوزو لي انتو معاه. وي غير قبل ما ندوزو في دارو تعطينا الاسم. كنعرف غير واحد دابا. شنو سميتو؟ سميتو يحيى. يحيى خليك معايا نشوف. اختي خديجه. الله الله. بلاتي باش فاطمة الزهراء. وي خليك معايا نتأكد من الاسم واش هو فعلا يحيى، هو اللي اتصل بينا. اختي يحيى، اختي فاطمة الزهراء، انا غادي ندوزو لك. قولي لي باقا عاقل على شحال ديال الوقت باش تعرفتو انت وياه؟ تعرف انا وياه تقريبا عام. هذا عام، هذاك الشيء اللي قال لنا. موعدك بالزواج ياك؟ هادشي اللي قال الله يكمل عليكم بالخير. خليك معايا انا غادي ندوزو لك. ايوا خليك. هاي قلبي خديجة. كنسمع. علي صوتك، ارفعي صوتك مزيان. كنسمع. انا ندوزها لك. واحد جوج ثلاثة. فاطمة الزهراء. ها يحيى معاك، ارفعي صوتك فاطمة الزهراء بحيث ندوزك الستوندار باش يسمعك مزيان. واخا هضري معاه. وعرفاني كنوجد في الوراق ديال العقد
ديالي عندي هاد الايامات محرم شريك غير اسمي. شوفي اش ما نقول ماما، نقول لها بنت خوك اللي هو ما بغاكش، هو كون بغاك ما غاديش يعطيني النيميرو ديالو. نمتي واش منيتك منيتك راه كنوجه الوراق ديال لاك انت مدراني هاد الايامات لاك واش منيتك. شوفي فقط المهارة واش كتهضري بالصعب واش خديجة. ألو خديجة، 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 غير هضري هضري خديجة. فاطمة الزهراء وي قلت لي في مشاكل وانت مشيتيش المشكل اللي دايره، ماشي حشومه عليك كتغدري في وحده، ماشي حتى شي صاحبتك ولا بعيده عليك، بنت بنت اش كتجيك بنت خالتك حشومه تقول عليك هي بعدا حشومه تقول تسميك خديجه. خليك معايا خليك معايا فاطمه الزهراء، خليك ما تقطعيش خديجه. علاش شديتي انت فاش عطاك خاصك تدفلي ليه في وجهه ديك الساعه الا كنتي بتوري الوجه الحقيقي في نهار يومين ماشي عام، وانت دابا قلتي بلي انت معاه واخا بلاتي ندير واحد الحل زوين ليكم بجوج واخا. فاطمه الزهراء كتسمعيني؟ اه كنسمعك. خديجه كتسمعيني؟ اه كنسمع. اعطيني النمره ديالو نصوني عليه دابا معانا. ها بلاتي بلاتي خليك، شنو قلتي يا فاطمه الزهراء؟ ما بغيتش مشاكل انا العائله ديالي، ما بغيتش يسوقوا هذا الشيء ولا ساق الخبر، غادي يمشي يقول لماما ولا شي حاجه فهمتي، وغادي يقول له اعطيوني النمره ديالو. انت اعطيني باش عرفتي انت طافي التليفون. فاش كيخدم هو؟ فاش كيخدم هو؟ ها؟ او سي بي؟ كاين شي او سي بي في اكادير؟ اعطيني النمرة. صفر ستة. اها ركزي ايه. صافي انت غير سكتي. 06 عاودي 65. اها 07. انا غنصوني لي بريفي حيت هادي النيميرو بيرسوني ديالي ما نطلعش ليه. صافي تقدروا ارجعكم يا طلبتوه مشغول دابا.
صافي يا اخوت. واش شي مشاكل ما فكرتيش في وحده بنت عائلتك زعما ومحضراك في الخطوبه ديالها؟ وانتي امتى قالت لك؟ قلتي لها كتوجدي الوراق وقالت لك نكون معاك. ما صدقتيش والله اختي فاطمه الزهراء ان نرد لك اللوم عليك. انا ما درتش حاجه خايبه. والله انا ما كتبغيش وعطيه النمره ديالك وانت قلت لي بلي انا معاه عام. اختي خديجه، خديجه لا هادي كتستاهل تقولها بنت خالتي ولا هذا كتستاهلي. انا من قطعي دوك الاوراق اللي جمعتي قطعيهم وتنخمي لي على وجهه، وحتى هادي اللي كتسمع فيك دابا ما كرهتش تنخمي لي على وجهها. باينه قطعي اختي قمه غنسمعك شي هضره. ماشي هادي قطعي قطعي اش غادي نشوف غنسمعك شي هضره ماشي هادي. اختي خديجه ما ديريش بالك، الله يرحم لك بها الوالدين. لا حول ولا قوه الا بالله. والله انا منك اختي تنقولها. اش كتجيك هي متخارقه؟ والله فهاد هزي ديك اللقطه، هزيها وديها لامك وخليها تعرف الحقيقه ديالها. قولي لها الا ما مالها باش تعرف الخطره، ما كاين لا عائله ولا شريره. هاد بنت خالتك باينه فيها واحد السم، عرفتي داك السم اللي كيكون واصل حتى للعظم. لا حول ولا قوه. اودي ما ديريش الله يصبرك اختي. هادشي اللي غادي نقول لك. شكرا بزاف. يلا اختي الله يدير لك شي تاويل الخير، نتمناو ان شاء الله نصونيو عليك من هنا شي يومين نلقاوك بخير وعلى خير. شكرا بزاف. والله اخوتي لا يخ عاد لا عائله ولا زمر. عمرك صاحبك ولا خطيبك تبقاي تعاودي لصاحبتك داكشي اللي كتقولي انت وياه وداكشي؟ راه ما كاين لا صاحبه لا والو. شي اشياء هاد بنت خالتها من داك النوع اللي تقدر دير لها داك الزجاج المدقوق وداك التخربيق. ناري لا حول ولا قوه الا بالله. الله يدير لها شي تاويل الخير. هادشي نقدر نقول. المهم الخوت انا غنسد لايف دابا، انا غادي نمشيو نكملو التاس ديالنا في الابليكاسيون ديال نو. الخوت اللي معنا في اللايف وما مابونيش في هاد الكونت هذا خرجوا من اللايف تابوناو فيه. انا غادي نسد دابا اللايف في انستغرام، غادي تلقاوني لايف دابا في هاد الابليكاسيون ديال يو نو هي اللي غنكمل فيها التيست. الناس اللي عندهم سامسونج راه تلقاوها في بلاي ستور، عقلوا عليها يو نو كي مكتوبه. والناس اللي عندهم الايفون غتلقاوها في الاب ستور. انستاليوها الخوت، ان فوات انستاليوها غيطلع لكم واش بغيتو تدخلوها بفيسبوك يوتيوب تويتر. كليكيو على فيسبوك، ان فوات كليكيو على فيسبوك غيطلع لكم ديريكت بحال هاد لاباج. ما عليكم غير تجيو للريشيرش تكتبوا تما السميه ديالي سيمو
بحال هكا كتبوا غير السميه ديالي غنطلع لكم انا الاول غيدخلوا غتلقاوني دابا لايف تما اوكي عقلوا على الابليكاسيون سميتها يو نو ما تنساوش قبل ما تخرجوا من لايف ديروا ابوني في هذا الكونت حيت هو اللي كنفتح فيه اللايف باش انفو نفتح اللايف يطلع لكم انستاليو الابليكاسيون غيعطيكم باش بغيتوا تدخلوا بفيسبوك ملي تدخلوا غادي يطلع لكم لاباج كتبوا غير السميه ديالي كما كتشوفوها لتحت السي محمد السريري ملاصقه غنتلقاوني دابا لايف تما احلى تحياتي لكم الخوت راسي غادي تقلب بهذا اللعيبه اللي وقعت دابا يلاه بيس لكم.